بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو معانا النهارده هنعرف فيه مواعيد تسليم الابحاث لكل سنه دراسيه واجابات اهم الاسئله يلا نبتدي وده جدول طبعا تسليم الابحاث قبل ما نتكلم فيه نعرف ان احنا نقطه مهمه جدا اتسالنا فيها كتير ان احنا مش لينا يوم واحد بس نسلم فيه البحث لا لينا ثلاثة ايام نقدر نسلم فيهم ليه يوم اساسي لو ما اروح اسلم فيه البحث ليا يوم تاني متحدد اقدر اسلم فيه لو ما عرفتش اروح اليوم التاني ده في يوم تالت اقدر اسلم فيه البحث. الفكره ان انا ليا يومين باسمي او باسم الصف الصف الدراسي بتاعي انما اليوم التالت ده بيكون لكل الصفوف الدراسيه اللي تخلفت في اليومين بتاعهم اللي كانوا متحدد لهم يسلموا فيه الابحاث. طيب احنا معانا هنلاقي زي ما احنا شايفين الايام الاساسيه بتاعتنا يوم السبت مثلا ظهر معانا تالتة ابتدائي واولى اعدادي وطبعا طلاب الفئات الاولى ثانوي ده السبت والحد احنا هنبتدي بالايام اللي هي اليوم الثاني دي الايام الاولى بتاعتنا ده اليوم الاول هنسلم فيها هنشوف بقى اليوم الثاني بتاعنا اولى اعدادي اللي مراحتش يوم السبت تقدر تروح يوم التلات يسلمه طيب تالتة ابتدائي ورابعه ابتدائي اللي ما في ميعادهم يوم السبت والحد يقدروا يروحوا يوم الاربعاء اللي هو يوم 13 مايو وتانيه اعدادي تقدر برضه تروح يوم الاربعاء طيب طلاب الفئات يقدروا يروحوا اللي هو اولى ثانوي تروح يوم الاربعاء لو راحوش يوم السبت والحد بتاعه يوم الخميس لخمسه ابتدائي وسته ابتدائي اللي ما راحوش في ميعاده وكمان لثالثه اعدادي ولطلاب الفئات نلاحظ ان طلاب الفئات في اليوم الخميس مكتوبه غلط هي دي المفروض ثانيه ثانوي اللي هم طلاب الخار... او الدمج عموما او المنازل ويوم السبت ده بقى اليوم الثالث لكل السنين اللي ما راحش في ميعاده في كل السنين فده شرح الجدول ببساطة هنجاوب برضو على أسئلة تانية ناخد بالنا منها إن البحث آه لازم يكون مطبوع يعني لو أنا كاتبه بخط إيدي أو كاتبه على كمبيوتر لازم إن أنا أطبعه من خلال الكمبيوتر أقدر أطبعه طيب لو كاتبه بخط إيدي هسحب الصورة على سكانر وأطبع الصورة بعد كده وأقدر بعد كده أسلمها يعني لازم الصورة تتسحب على سكانر وتطبع وبعد كده تتحط في الظرف زي ما وضحنا قبل كده الظرف بيتكتب عليه الكود التعريفي للطالب والصف الدراسي بتاعه ولو من طلاب الدمج او الفئات بيكتب الفئه بتاعته لكن الورقه لازم بتكون مطبوعه لو مكتوبه او لو مكتوبه على الكمبيوتر او مكتوبه بخط الايد النقطه الثانيه احنا كل واحد يلتزم بميعاد اللي بتحدده من الوزاره يسلم فيه البحث بتاعه والايام اللي هي الثانيه او اليوم الثالث لو هو تخلف في اليوم الاولاني النقطه الثالثه لو في حاله ان البحث كذا اكتر من طالب عمله طالب واحد بس اللي بيروح يسلمه مش المجموعه على بعضها بعد ما بيسلمه بيستلم ايصال بيأكد اللي هو سلم البحث وبي بيقدر يحفظ حقه ان هو سلم البحث وطبعا لازم يحافظ على الايصال ده لحد بدايه السنه الجديده ويتاكد ان هو ان شاء الله ناجح النقطة الخامسة طبعا اللي احنا بنبعد عن بعض الإجراءات الاحترازية عشان الكورونا ما يبقاش في زحمة أو تزاحم قلنا معانا ثلاث أيام فالناس ما تخافش ولا تقل طبعا المدرسة ما لقاش حق إنها تمنع إنها تاخد البحث سواء لو عليها مصاريف أو كده مش هتقدر تمنعني لأن ده يعني قانون عليهم اللي هو لازم يستلموا الأبحاث طيب بالنسبة بقى للبحث الـ 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 الإلكتروني اللي هو هيترفع على منصة إدمودو اللي مش عارف ازاي يستخدم المنصه لحد دلوقتي هيضغط على عنوان الفيديو هيظهر له الوصفه والديسكربشن فيديو اللي احنا شرحناه قبل كده للمنصه التعليميه هيلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو مشروح فيه طبعا المنصه وازاي نرفع البحث عليها وشرح أكواد الفصول تقدر تتابعه لو انت مش عارف لحد الان ازاي تستخدم المنصه الفيديو هيفيدك جدا وتعرف تستخدم المنصه بعد كده طول السنين طيب الحاجات المطلوبه مني طبعا ان انا احول الملف لو كاتبه على في نقطه برضو مهمه جدا ان انا لو كاتب الملف على الكمبيوتر في صيغه على في ملف ويرد اقدر احول الملف الورد ده لبي اف طيب لو انا كاتب بقى البحث على ورق اقدر اسحب الورقه برضو على سكانر بحيث انها تكون صوره والصوره دي اقدر احولها لملف بي دي اف والملف البي دي اف ده بقى بتاع ده بقى البحث بتاعي يعني مش شرط ان انا لو هرفع البحث على المنصة ان انا اكون كاتب البحث على الكمبيوتر لا انا ممكن اكون كاتبه على ورق والورق ده اسحبه على سكانر والصورة بتاعت اللي انا خدتها الورق دي احولها لملف بي اف عادي وبيها بلف البي دي اف ده بقى خلاص بقى البحث بتاعي سواء كان صورة ورقة كنت كاتبها وحولتها لصورة او ان انا كنت كاتبه على كمبيوتر طيب انا مش مش ملزم بيوم معين اسلم فيه البحث او ارفع البحث بتاع المنصه معايا من يوم 9 لحد يوم 16 اي يوم كمان الطالب طبعا لازم يسمي البحث بتاعه او يسمي ملف البي دي اف بيكتب الاول الكود التعريفي بتاعه وبعد الكود التعريفي يكتب الصف الدراسي بتاعه لو اولى بالشكل ده يعني تالتة بتكتب جي 3 لحد تالته اعدادي جي 9 طيب النقطة الثالثة ان الطالب يتأكد ان الملف اترفع قدامه واتعمل له ابلود على المنصة يعني ينتظر لحد ما يحمل والصفحة تحمل للنهاية وان الملف يظهر قدامه في الفصل ان هو اترفع عشان ده بمثابة ايصال الاستلام البحث وطبعا ان المدرسة مش هتقدر انها تمنعنا عن اي معلومة سواء عليها مصاريف او خلافه لان ده قانون عليه وبكده خلصنا الفيديو لو في اي مشكلة تابع الروابط الموجودة تحت في الوصف لو في عندك اي حاجه مش فاهمه هتلاقي كل الروابط المهمه اللي هتحتاجها ولو في حد مش فاهم حاجه يكتب يسيب لي تعليق او يبعت على رسائل الصفحه بالتوفيق لكم جميعا وان شاء الله كلكم ناجحين